أجي نون عبد الرحيم وبلال أدوار نيجمال في النيجابو يمكن وبخيجة 20 متر مكعب الجامعة القروية أكاديك سنقش نتسقاي تزيك ستافدن كل جيران ذوين نيت جورنين سقوامان أكتسون حين تهي لا غير الخاصة سقوامان بزاف أسقواسا نقل جافة فاثن 50 ولا 4 سنين لا بيار النخ أقول نقص سقوامان بزاف والحمد لله كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي كي قدرت توصل حتى ل 30 دار اللي كيستافدوا من الماء غير من سقاية وحدة اي من سقاية وحدة هذه سقاية فيها جوج روبينيات شحال من سقاية كاينة كاع في تعبو في اي تعبو كاين واحد المجموعة هنايا ديال شي 4 سقايات هنا في هاد الدوار ما بيناتنا وبين هاد الدوار ديال ايت الحسن وكاين في ايت حميدان يلاه داروا وحدة وكاين تما من قبل وكاين في ايت علي وكاين في فوعيزن عاوتاني المهم راه استفدوا الناس من هاد السقايات هادو وبالنسبه يعني المكان يعني اللي دارت فيها هي بعيده شويه على الطريق يعني كون دارت قريبه للطريق ما غاديش يكون احسن ولا داك الشيء على حساب كنفضلوا حنايا باش تكون هذيك السقايه بعيده شويه على الطريق بواحد المسافه باش ما تعرضش للتخريب حيت كاينين بعض الناس اللي كي ما كيعرفوش شنو هي المصلحه العامه ولا هذه كيبغيو يخربوا الحاجه وما كيستافدوش منها الناس حنا يعني بقى تحت الانظار ديال اي الحراسه ديالنا دائما وباش يستافدوا الناس وتبقى دائما صاينه انتم كسكنه اي تعبو كيفاش لقيتوا الخبر هذا ديال توزيع المكتب ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هنا في اي تعبو هذا الخبر هذا يعني من بعد ما دار في التلفازه يعني غادي تهم هاد السقايات وهاد الماء الصالح والشرب غادي واحد البلايص اللي ما وصل لهمش ضروري خصو يوصل لهم ارتاح هنا وحتى المجلس القروي عاوننا يعني واستفدنا هاد الماء اللي كاين هنايا دابا اللي كيخرج من الروبيني واش هذا على حساب الجماعه ولا على حساب الساكنه لا هذا على حساب الساكنه اللي كيستافد اللي كيستهلك شي ما كي دابا اللي كيكون كيخرج من هنا من السقايه لا هذا ديال الساكنه ديال الساكنه كلمه اخيره ولا رساله تبغي توصل للناس اللي كيشوفوا فينا حاليا بحال اش يعني انا كنتمنى الانسان الا كانت عنده سقايه خصو يحتفظ عليها وما يفرطش فيها حيت الماء الصالح للشرب مازال غادي يجي واحد العهد اللي غادي يمكن ما يلقاوش الناس الماء الصالح للشرب وباش يشربوه وكاين الناس اللي ما كيلقاوش حتى يغسلوا حوايجهم ولا يصبوا حوايجهم الماء راه واحد الحاجه ضروريه في الحياه الا ما كانش الماء ما كاين حتى حاجه وكنتمنى من الناس باش يحتفظوا على هاد السقايات مزيان ويحتفظوا عليهم يعني راه الماء ضروري للحياه ومن غير الماء ما كاين حتى حاجه شكرا اخي وتبارك الله شكرا على وجهك